مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومحبينا ببهار ونار. اليوم رح نكون معاكم على مدار ساعه من الهواء من الساعه 12:30 لساعه 1:30 بحلقه مليانه وصفات بتجنن واكيد مواضيع لذيذه. عشان هيك بدي اطلب منكم تفوتوا لصفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال، تحضرونا عبر اللايف، تعملوا شير للحلقه وتشاركونا باي سؤال او استفسار او باي موضوع حابين انه نحكي فيه، او كمان حتى اذا لكم طلبات لوصفات بالحلقات الجايه احنا بنحب نسمع منكم لحتى نلبي لكم كل طلباتكم. اليوم رح يكون معي الشيف محمد عليان، خلينا نشوف شو بده يعمل لنا وصفات بتجنن مثل العاده. كيفك يا شيف؟ والله تمام، انت كيفك؟ شو الاخبار؟ انا منيح، اشتقت لك كثير والله. وانا اكثر والله. كيف احكي لنا شو وصفات اليوم؟ اليوم وصفات اليوم كلياتها حتكون ب معشوقة الملايين البطاطا. اليوم اليوم البطاطا العالمي بالنسبه لي، ورح نعمل كل الوصفات بالبطاطا. فرح نعمل اكثر من وصفه وكلياتهم حيكونوا سهلين وبجننوا، واهم من هيك زكين الف مليون طبعا مليون. يعني انت اجيت على الصنف اللي الكل بحبه، معشوقة الملايين فعليا، معشوقة هي البطاطا الملايين. من كبار لصغار لكل أذواق دائما بتناسب البطاطا، وبكل طريقة بتحسها يعني راحت لطعم مختلف تماما. بتعملها بهاي الوصفة بتكون إشي مختلف عن الوصفة الثانية ولكنها نفس الصنف. وفي لها كتير شغلات، كتير وصفات ممكن نستعمل فيها البطاطا. فإحنا كتير متحمسين لحلقة اليوم، لوصفات اليوم. أنا شخصيا كتير متحمسة لأني كتير بحب البطاطا. فاحكي لنا بإيش رح نبلش، شو أول وصفة رح تكون؟ اوكي، اول وصفه رح نعمل هي تقريبا زي صينيه بطاطا. رح نجيبها نقطعها كتير رفيعه، مش شوي، كتير كتير رفيعه كتير. او نفردها بصينيه ونحط عليها الزبده والحليب والحبشتكنات تبعونا. بعد هيك نحطها بالفرن نخليها تتحمص وتستوي. بعد هيك بنحكي عن المواضيع الباقي. يلا نروح على اول وصفه. يلا ناخذ اول وصفه. لطبق البطاطا الطبقات رح نحتاج طبق بطاطا، زبدة، ملح، فلفل أسود من أبو خلدون، كبتيلة وحليب إنجوي. بعد ما شفنا هالمقادير الخفيفة والسهلة واللذيذة والبسيطة بالبطاطا، خلينا نشوف رح يعمل لنا الشيف محمد عليان البطاطا طبقات رقيقة. أنا بطلت أعرف أحكي بطاطا وطبقات، شوي بيشبهوا بعض كلياتهم مع بعض. بدهم تركيز شوي، فإن شاء الله الوصفة تكون أسهل من التسمية. الوصفة هي عبارة عن طلع المكونات. عندنا في الشون مكونات لأنه حكينا الطبق الرئيسي تبعنا هو البطاطا، والبطاطا سيدة مع حالها، يعني مع حالها لذيذة. أيوة. طيب حنجيب عنا حبة بطاطا عادية. أوكي. الطريقة اللي بنقدر نشتغل فيها بطريقتين. الطريقة الأولى إنه إحنا نجيبها نبرشها على البراشة. حلو. مش على البراشة، عرفتوا اللي على جنب بتاعت البراشة بتعمل سلايسز. أيوة. أو على السكينة، فزي ما أنتوا بتحبوا. خلينا نحط أول من هون. نجيب ولا إشي طبعا، هي بس مقشرة وعم بتقطعها بس ولا إشي. بنطلع قدي رفيعة نفس الرفع هاد. ليه؟ لأنه إحنا ما بدنا إياها كتير خميلة، من شان تستوي معانا بالفرن بأسرع وقت ممكن، وعشان تعطينا الكراست والمنظر واللون الحلو السفاح ألف مليون مليار. حلو تمام. ويمكن المبرشة يكون موضوعها شوي أسهل إذا بنعملها سلايسز هيك، من إنه وبطلعوا نفس الحجم. نفس الحجم ونفس الثيكنس، بس إنه أنا يعني شوي الحمد لله شطر بالتقطيع، فبنطلعهم كلياتهم نفس الايش، نفس الحجم، عشان يطلع كمان منظرها مرتب وحلو ولذيذ. بالظبط. طيب بدي اسالك سؤال انا يا شيف. يا ساتر، ما حدا يحكي لي بدي احكي معك بموضوع ولا بدي اسال سؤال انا بنقص. توتر. لا سؤالي لذيذ وحلو ولطيف، يعني ان شاء الله انه ما بخوف. بس لو اعطتك الحياه فرصه تكون مش شيف، شو بتحب تكون؟ شيء ثاني عميق السؤال، ما تقول لي. احط سكينة ووصفة هيك. اقعد شوي. اقعد شوي فكر وارجع لنا. لو مش شيف ايش ممكن اكون؟ شوفي، انا واحد من الناس كان من زمان، من وانا صغير ما خليت ولا اي شغلة بالعالم ما اشتغلتها. حرفيا ما خليت ولا اي شيء بالعالم. اشتغلت على كل شيء، بائع متجول، كان عندي عربية ترمز، كان عندي سيلر كنت ابيع، اشتغلت كهربجي موسرجي، اشتغلت بالتعشيب، اشتغلت مو مخلي شيء انت، محل حيوانات، اشتغلت بيه كثير شغلات. حلو. بالحياة فالحمد لله رب العالمين بفهم مش بكل شيء ولكن بكثير شغلات. بس الخبرة طبعا بتعلم اكيد. بالضبط. يعني ما بعرف صراحة شو الشيء، يعني ممكن اني اكون مسافر مثلا. يعني اني حدا يضل يسافر ويستكشف العالم. صح. بس يعني هاي كمان بتقدر تقول انها هواية بتقدر تمارسها بغض النظر عن الشغل اللي انت بتعمله وبغض النظر عن الوظيفة اللي انت فيها. صح. بس هي زي ما انت قلت، مدام حدا جرب اكتر من اشي وصلت لهون، يعني هذا الاشي اللي انت بدك اياه.
او يمكن انت هون بدك تكون من البدايه؟ يعني ما مش عارف، هو انا قصتي اني انا كنت من زمان بداوم بكثير اماكن وكنت بحب اشتغل يعني كثير، ما بحب اقعد. مثلا انا ايام المدرسه لما كنت ادرس ايام زمان كنت ما ارضى بالعطلة الصيفيه الناس كلهم يروحوا يسجلوا بسمر كامز ويروحوا مش عارف أوكي. ايش انا احكي لهم انا ما بدي اروح اشتغل. وصراحه كنت اعمل مشاكل مع اهلي انه هم بيقولوا لي ما في تشتغل، وانا احكي لهم لا يا جماعه فانه ما في يعني ما خليتش ولا شيء. فبحب الشغل من زمان وكنت كنت اعمل كثير شغلات كثير شغلات. طبعا علي بده يعرف جوابي، انا بحكي لي السؤال لك كمان انت جاوبي. انا كان عندي كثير احلام، منهم اني اكون مذيعه من وانا صغيره، عم بحلم اني اكون مذيعه، وكنت كمان بحب اكون مس ادرس. جربت التنتين بس حبيت اكون مذيعه اكثر. والله اول مره بعرف. درست انا تقريبا 4 سنين، حبيت الموضوع كتير وبحس بعتبر حالي حققت حلم، بس لا انا يعني هون بالاعلام بلاقي حالي اكثر، بكون مبسوطه اكثر ومرتاحه اكثر. فحلو الواحد يجرب طالما عنده اكثر من حلم. انا دائما مع انه الواحد يجرب، يعني الحياه بتعطيك فرص، بتعطيك تجارب لحتى تلاقي حالك بالمكان اللي انت بتلاقي حالك انه انا هون مرتاح، انا هون ببيتي، لما بروح على شغلي بحس حالي بالبيت، بحس حالي مرتاحه مبسوطه. ولما الواحد يحب المكان اللي هو فيه والشيء الشغل اللي عم بيشتغله، بتخيل انه بيبدع اكثر وبيطلع منه انجاز وابداع كثير اكثر من انه يكون عم بيعمل شيء كوظيفه لانه مجبور ولازم يخلص هاي الوظيفه. هي اسمعي، هذا بالدنيا كلياتها انه تتخيل تشتغل بشغل انت ما بتحبه. للاسف في كثير ناس، للاسف طبعا اهلهم بيجبروهم مثلا يدرسوا شيء معين، وانا طبعًا بدي ابني مثلا يطلع دكتور، بس والولد ما لوش دخل بالدكتورة. صح لا خاوة بدك تطلع دكتور عشان أنا يحكوا عن، والولد هو ما بحب هذا الإشي. فأنا دائما بحكي للناس إذا أنت في ببالك يس، إذا أنت ببالك تعمل إشي معين ما تسأل عن حدا. أنا صح. أسف للأهالي بس إنه لا 100% كل واحد بالآخر. هلأ حلو الأهل يعطوا نصائح، حلو الأهل يس. بما أنه عندهم خبرة أكبر بالحياة، بما أنهم جربين، بما أنه عاملين، حلو يعطوا نصائح لأولادهم. بالنهاية هم عم بعطوا النصائح من حبهم لأولادهم وحابين يشوفوا أولادهم بأحسن مكان، بس كمان بالاخر اعطوهم حريه الاختيار. يعني انا اوكي يمكن هلا عندي شهم مثلا، كثير صعب اني اخليه يختار اللي بده اياه بس يكبر لقدام. يمكن انا بحب ارسم له حياته، بس برجع بتذكر انه لا، اذا انا رسمت له حياته ما راح يكون شخص سعيد، وبالنهايه بدي اياه يكون شخص سعيد يعني وناجح باللي عم بيعمله. بالضبط، والواحد بتعلم من التجارب. الواحد ما بيعرف اذا بحب هذا الاشي ولا ما بحب هذا الاشي غير لما يجرب، وما بتعلم الواحد غير لما يغلط. فدائما بحكي انه احنا لما نكون لاولادنا ان شاء الله الله يرزق الكل اولاد ويفرح فيهم، انه نشجعهم يعملوا اللي بدهم اياه، واحنا معاهم اذا صار معاهم اي شيء لا سمح الله هيك ولا هيك، بالاوقات الصعبه ان احنا نكون معاهم وندعمهم على كل الخيارات اللي طبعًا. هم بدهم اياها، بكل الخيارات اللي بدهم اياها. طبعا طبعا فعلا الواحد بعد ما يجرب بصير يكتشف انه لازم تترك هيك شوي مساحه لكل شخص بحياتك او لكل شيء بحياتك، اترك له مساحه شوي وخليه يشوف اذا هذا الشيء بيكون بالمكان الصح، اذا بيكون هذا الشيء لإلك بضل لك، اذا بيكون شيء من نصيبك بلف وبرجع لك. اترك شويه مساحه لكل شيء حواليك وشوف الحياه كيف بتمشي بالطريق الصح. واكيد اكيد دائما الوعي والاهتمام والانتباه لازم يكون موجود، يعني طبعًا. بغض النظر عن قد ايه بدنا احنا ندير بالنا على اولادنا ونتركهم براحتهم يعمل بدهم اياه، بس لازم يكون في انتباه، لازم يكون في توجيه، لازم يكون دائما موجودين معاهم خطوة بخطوة. أكيد يس 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 يس. يعني ما شاء الله عنك فرمت البطاطا كلها بوقت كتير سريع وكلها نفس المنظر، كلها نفس الإشي. يعني بنحاول نكون، أنا بحس أصعب إشي بالمطبخ التفريم. لا ما بحب أفرم، بحس بأصعب الأشياء أبدا. أنا بحب كتير صراحة. يا حبيبي لما يكون في تبوله ولا لما يكون في هيك قصص بيجيبوني انا بيحكوا انت تعال انت بتحب تقطع تعال. اجد تحكي؟ بحكي لهم اوكي. والله انا من عشاق التبوله بس مستحيل اعملها مثلا. وي 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 يعني مشروع كثير صعب. وي 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 ليش؟ كثير تفريمها صعب، يعني لسه سلطه عاديه اهون، تبوله بدها تفريم ناعم وبدها غلبه وبقدونس ودنيا. انا ولا بكيف يعني خلص. اذا في واحد مثلا احكي انا وياه ولا نفتح موضوع ولا ابصر ايش بتلاقيني خلص خلصت كل الشغل. لاحظت لسه ما حكينا جملتين الا هم قطعهم كلهم خلصهم. عن جد يعني سبحان الله كيف كل شخص له مكانه وله اهتماماته وله مواهبه، فكل حدا له بمكان معين. عشان هيك بنحكي للناس خلوا اولادكم يدرسوا الاشياء اللي هم بحبوها صح، عشان يبدعوا بالشغل تبعهم ويصيروا مبسوطين بالشغل تبعهم. متخيل انت تروح تشتغل بشغل وانت مش طايق تشتغل فيه، يا الله الشعور ما أسوأ. كتير صعب، وأنا جربتها يعني بفترة من فترات حياتي، كنت بشتغل بشغل وكل أموره تمام، بس أنا حاسة حالي أنا مش هون مكاني الصحيح. وكتير الموضوع يعني محبط، محبط لما تكون بمكان
تحس انه هذا المكان مثالي، كل الناس عم بيحكوا لك انه بالعكس شغلك منيح مكانك منيح، او يا ريتني اكون مكانك، بس بس انت من جوا مش مبسوط مش مرتاح، يعني عن جد فعلا الموضوع كتير محبط ويخليك تحس حالك انت شخص مش سعيد بالحياه، لانه عم بتحس انه الحياه اعطتك إشي بس انت ما بدك اياه، ما بدك اياه. وهي هاي فرص يعني انه كل حدا هو حر، انا خلص انا بدي اختار هذا الإشي. انا صراحه لا اخفيكي قبل فتره كنت اشتغل مع ناس وهاي يعني بالفتره هاي اللي احنا فيها هلا قريبا قريبا، واخري صار يجيني شعور انه انا مش مبسوط مع هدول او انا مش مرتاح لهذا الإشي. بنفس اليوم رحت عليهم قلت لهم انا امدن شكرا، فرصه سعيده اني انا تعرفت عليكم، مع انه فلوس الواحد بحب الفلوس طبعا، طبعاً، بس راحة البال احيانا اهم كثير، اهم بكثير والله. وكل حدا راح وطلعت بيحبوا حلاوه، انا بحبكم وانتم بتحبوني واحنا بنقدر بعض بنحترم بعض، بس كل حدا يروح بحاله عشان راحتي سوري عشان راحتي النفسيه 100%. اسمع الموضوع مش كتير سهل الواحد يمشي فيه، اللي انت عم تحكيه مش إشي سهل يعمله اي حدا، بس هي مع الوقت مع الخبره مع تجارب الحياه بصير الواحد يعرف انا وين بدي اكون وين ما بدي اكون، بصير يعرف متى يحكي لا، متى بدي اكون هون متى ما بدي اكون هون، فبصير الموضوع اسهل علينا لما يكون عندنا هذا الوعي. فحلو كتير الواحد هيك يقعد فتره لحاله يرجع يعمل هيك يعيد كل حساباته، يشوف هو وين مبسوط هو وين مش مبسوط، شو لازم يغير بحياته عشان يقدر يمشي بالطريق اللي هو بحبها. يس يس يس. طيب قطعنا البطاطات، شو عم بتحط لنا زبدة عليهم؟ عم بحط زبدة طبعا. أوكي. زبدة اللي حطيتها غير مملحة غير مملحة أيوان. أوكي. طبعا بهاي اللحظة قد ما بتقدروا تحطوا زبدة أو بتحبوا الزبدة حطوا زبدة، ودائما حاولوا بالزبده دائما جيبوا النوعيه الكويسه والفخمه. ليه؟ لانه طعمه الزبده الكويسه مختلفه 360 درجه عن اي نوع زبده تانية، لانه بتحسيها بتعطي نكهه اسطوريه اذا كانت عن جد مزبوطه، واذا كانت مش مزبوطه بتحسيها خربت كل الدنيا. فمنشان هيك لما تروح تشتري زبده عن جد ما تستخسروا فيها، لانه بتعطي طعم اسطوري. صح مزبوط. بتعرف هاي شغله يعني موضوع لازم الكل ينتبه له، مثلا بتروح بتاكل اكله لذيذه لطيفه من بين ايدين وحده معينه او حدا شخص معين انت معزوم عنده بتحب الاكل كثير، طب اعطيني الوصفه، بتقولها مثلا اعملي كذا 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 حطي كذا واعملي هيك، ثاني يوم بتقول لك انا عملتها بس ما طلعت زي ما انت عملتيها، ها فرجيني شو عملتي، بتلاقيها اخترعت اشياء اختصرت اشياء جابت اشي نوع تاني من اللي انت عم تستعمليه، فبتقولي لها انه اكيد ما رح تطلع زي ما انا عملتها لان انت ما التزمتي بكل التعليمات اللي انا قلت لك اياهم، فاكيد رح يطلع في اختلاف. فاذا بدنا احنا النكهه اللي نعملها نفس اللي احنا دقناها هلا بدنا نكون يعني دقيقين شوي اكثر باختيارنا للمقادير والشغلات اللي مستعملها بالاكله. yes. كثير بتغير يعني من نوع بهارات طبعا. نوع زبده نوع كل شيء بغير كثير بنكهه الوصفه اللي بنعملها. طيب نرجع لوصفتنا هون. حطينا عليها ملح، حطينا عليها فلفل من أبو خلدون كابتيلو. بحكي دائما عن بهاراتهم إنه كتير سترونج، كتير قوية وفريش، وريحتها هذا تلاقوني عم بعطس من ريحة الفلفل كتير قوية الموجود. حطيناهم، ما أكتر كتير ملح ما أكتر كتير فلفل، ليه؟ لأنه كتر الملح مش لطيف بالأكلة دائما. لو نقص شوية ملح ولا بالضبط نقدر ساعتها نضيف على صحننا شوي يعني بالضبط. طيب بعدين حنحط عنا هون إيش كمان، حنحط عليها حليب. إيش الحليب اللي بنستخدمه؟ حليب اللي بنستخدمه هلا هو حليب انجوي. بتقدروا تحطوا النوع الحليب اللي بدكم إياه، بتقدروا تحطوها بالفرن بدون حليب، يعني الوصفة هاي بتزبط بطريقتين. ممكن تحطوا عليها الحليب، ممكن تحطوا عليها بس الزبدة، بس تزودوا شوي زبدة عشان ما تلزق بقاع الطنجرة أو بقاع الصينية تبعتنا. وبتقدروا كمان تحطوا على الحليب شوية كريمة برضو بتعطيها دسامة لطيفة طعمة أو شوي. يس. فحننزل هلأ حليب انجوي معانا على الوصفة تبعتنا، ما راح نكتر كتير كتير كتير، بس حنخليها بهذا المنظر حلو، لانه الحليب اذا كترنا عليه شوي صغير ايش حيصير؟ لما ندخله على الفرن حينحرق ويعطينا طعمه مش لطيفه ابدا. فالحليب لما ينحرق معك ما طعمته ابدا مش لذيذه بالضبط. وعندي هون هلا صارت ايش الصينيه تبعتي صارت جاهزه، هي هي الوصفه الاولى حرفيا، انه احنا ايش عملنا؟ احنا حطينا البطاطا، حطينا عليها الزبده، حطينا عليها الملح والفلفل، وكمان حطينا عليها الحليب تبعنا من جوي. حلو. ما تستهينوا ابدا 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 بهي الوصفه، لانها هلا ايش
حتشوفي اللون والريحة وحتشوفي كل إشي ونكهة أكيد لذيذة. أسطوري أسطوري أسطوري. حتى بنقدر نعملها للناس اللي بيحبوا مثلا جاج واللحمة، طبق جنب جاج مثلا جنب لحمة. أيوة 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 أيوة. لسه بدي أحكي لك أنا أوبس مع إيش بزبط تنعمل، مع إيش بزبط تنعمل، بزبط تنعمل جنب الأكل، بزبط تتاكل مع رز عادي، تفلفل رز عادي وتحطه جنبه. ممكن عنا بوفيه، اي واحد بحب ياكل بطاطا لحالها صح. انا بعملها، بتلاقيني بروح على البطاطا وباخذ بطاطا، فوصفه اسطوريه لازم تجربوا. بس تطلع بطلع منظر هيك زي منظر ورده، يا عيني احلاها. هلا وبعدين يعني مش بس لذيذه وبنحبها وفيها بطاطا كمان، كثير سهله وكثير بسيطه، يعني بنقدر نعملها بوقت كثير قياسي بالبيت. اذا مستعجلين نعمل اكله سريعه امورها تمام وسهله وبسيطه، واكيد كل شيء بيكون موجود عندنا بالبيت، يعني ما فيها شيء غريب. بالضبط. طيب هلا هي رح نتركها بالفرن شوية وقت لحتى تستوي وتكون جاهزة عشان نكمل باقي وصفاتنا، بس بعد الفاصل. صح؟ خليكم معنا. وهيك خلصنا اللمسات الأخيرة على الطبق الثاني اللي هم رأس البطاطا الحلوة اللي عملناهم زي البانكيك. خلينا نشوف باقي الوصفات. بس أول إشي بدي أطلب منكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في أوفيشال، تحضرونا عبر لايف، تعملوا شير للحلقة لتوصل لعدد كبير من الناس، ولحتى نشوف الوصفات اللي بتجنن اليوم كلها بالبطاطا. شو ثالث وصفة بدك تعمل لنا إياها اليوم؟ هلا الثالث وصفة رح نعملها اليوم، خليني أجيب المقلاي بس شوي صغيرة، واللي هي واحدة من نوع الأبتايزر الفخم أسطوري ألف مليون مليار. ايش هو؟ عباره عن بطاطا عاديه بتجيبوها بتقطعوها ارباع، تسلقوها نص سلقه. حلو. بعد ما تسلقوها نص سلقه بتقلوها وبتحطوا عليها التوبينج، راح احكي لكم عنهم. بس انا اليوم عندي هون ايش اللي هي البطاطا الوجز، ممكن نستبدل الفرنج فرايز. هي مش وجز، هي بلجم. اوكي. بطاطا بلجيكيه. والبطاطا ببلجيكا هلا بتعرفي شغله او هلا بس ناخذ المقادير، ناخذ المقادير ورجع بدنا نحكي لنا عن هاي البطاطا. اوكي. اذا على المقادير رح نرجع نكمل موضوعنا ونحكي عن نوع البطاطا اللي رح يستعمله الشيف هلا. رح نحتاج للبطاطا المقليه، جبنه شيدر من المها، باربيكيو صوص، وبيف بيكن. وهيك صرنا بنعرف مقادير الوصفة اللي رح نعملها هلا اللي هي البطاطا المقلية، بس عليها شوية إضافات واختلاف عن البطاطا المقلية اللي بنعملها احنا بالبيت. رح نشوفها كيف تنعمل خطوة بخطوة من بين إيدين الشيف. احكي لنا. هلا في شغلة احنا بنعرف انه في شغلة اسمها هي فرنش فرايز. صح. الفرنش فرايز بفرنسا ما فيش اسمه فرنش فرايز. اوكي. في الرشن سالاد مثلا، سلطة روسية، بروسيا ما عندهم، بس ما في عندهم. فهي هاي البطاطا اسمها بلجم او بطاطا بلجيكية. اوكي. بيجيبوها بيقطعوها بهاي الطريقة، نفس مبدأ ال ال الوجز. الوجز. بس مختلف، مش جاهزة. أوكي. فهلا احنا راح نجيبها، راح نحطها وين؟ راح نقليها بالزيت تبعنا. بس انا حاسه انه هاي اصلا حجم البطاطا اصغر. مختلف. صح؟ طبعا طبعا. أوكي. انا قلت لك انه هاي بطاطا بلجيكيه. اوكي تمام. فحننزلها معنا بالزيت ونخليها ايش تستوي جواتها. اوكي ننزلها. تمام. هاي نزلناهم كلياتهم جوا الزيت تبعنا. هلا حنخليها جوا. بعد هيك شو حنجيب؟ حنجيب عنا هون، نجيب صحن هذا هون. بعد هيك حنجيب عنا المقلاية. المقلاية تبعتنا هاي ايش راح نحط فيها؟ راح نحط فيها شوي صغيرة، شوي صغيرة من، نجيب هاي هون ونجيب هاي هون احسن، نحط فيها شوي صغيرة زيت شعبان. زيت شعبان اخ شايفة؟ كتير شوي صغيرة يعني. فهمت نقطة. علي كيف؟ ليه؟ لانه ممكن البان اللي عندي او المقلاية اللي عندي تكون بتلزق وانا ما بدي اياها تلزق معي. بس الاصل انه احنا بنسويها باي طريقة. هاي بنسويها على التشاركول، بتعرفي اللي بيكون الجريل. صح. على الجريل. فاحنا بنجيب البيف باكن، بتقدروا تجيبوا روست بيف من بعض باي مول، بتقدروا تجيبوا اي شيء من تعون الاشياء الهاي اللحوم المقطعة. أيوة. الكولد كات. أيوة أيوة أيوة. فبتقدروا تجيبوها كلياتها. خلينا ألبس جلافز تابعي. يعني هي أصل الوصفة بتنعمل على الفحم. هلا هي مش 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 على الفحم، على الفحم هي بتنعمل على على الشاركو، يعني مش على الجريل. الجريل. على الجريل. هلا إحنا بنقلي البطاطا. بعد ما نقلي البطاطا إيش بنسوي فيها؟ بنجيب البيف بيكن تبعنا. حلو. بيف بيكن، روست بيف، اي نوع بدنا اياه بنمسكه بننزله وين؟ على على البان تبعتنا. حلو تمام. يعني زي هيك بنعطيه تشويحه شوي صغيره. ليه؟ عشان يتحمر ويعطينا الاشي الكريست هذا السفاح. هذا صراحه بنباع بالمطاعم وعليه طلب رهيب جدا جدا. حلو. جدا جدا جدا. اوكي
خلينا نجيبه هون. اوكي، المهم انه الاثنين ضويين. الاثنين ضويين اه طبعا تمام يعني اوكي يس. بس عندي هون انا غلطت غلط لطيف، اللي هو ايش، اللي هو انا نزلت عليها كمية البطاطا كلياتها، والبطاطا هاي بتكون شوي فروزن، فلما تنزل على الزيت، الزيت تبعنا بكونش حامي كتير، فتاخذ وقت أكتر. تاخذ وقت أكتر. هذا غلط مني أنا يا جماعة، ما تعملوا زيي. أوكي. طيب حنجيب عنا هون الكاتينج بورد. أوكي. نعطيها قلبة. بعد ما نشويهم بدك تقطعهم. أيون أيون أيون. يمكن هيك يعني زي ما بيقولوا تشويحه بسيطه، مش انه بالضبط. طلع انت ايش صار عندنا هون، صار عندنا زي ماخذ شوي على حمار وهذا اللون اللي ايش احنا بدنا اياه. تمام، هلا بنخليهم يتحمروا شوي صغيره عبال ما يتسطوا معنا ايش البطاطا. تمام. هاي الوصفة أنا بصراحة مجربتها بمطاعم، وأنا من نوع من الناس اللي كتير بحب هاي الوصفات، يعني البطاطا لما بيكون عليها الصوصات، البنات بحطوا عليها جبنة، بحطوا عليها كتير أشياء مع لحمة مفرومة أو مع أي شيء تاني، صراحة من الأكلات اللي كتير مشهية. بالضبط. بس لسه لو في البيف بيكن، البيف بيكن اللي هو الطويل هذا بيجي كلياته مدهن هيك ومليان فات وهيك، بيطلع اسطوري مع الوصفه. بس كله بزبط، كله بيمشي، كله طبع طعمته بتطلع طيبه ولذيذه. يس. واسمعي، هلا برا الاردن صار في كثير محلات متخصصه بس ببيع البطاطا، بتلاقيه عنده 4 5 6 7 8 9 10 انواع بطاطا وعليهم تقريبا 100 توبينج. صح. يعني انت بتدخل على المكان، وانا مسافر مره رحت على بلد وفي محل شو اسمه محل بطاطا، والمحل البطاطا هذا كان حاطط زي يمكن 30 صوص فوق هيك مجهزهم، وفي قرطوس نفس قرطوس البوزة تبعنا مثلا. حلو. بس انه ورق. أوكي. عرفتي هاي المثلث، عرفتي كيف تبع عيد الميلاد نفس الشيء، بجيب لك اياها الورقه، بيعمل لك ترت بيحكي لك اي نوع بطاطا بدك اياه، بحط لك. حلو. بتلاقي الاف الاصناف من التوبينجز اللي بنحط عليها، شو بدك تحط معها، كل شيء اللي بتحط عليها، والصوصات كمان بتختار الصوص اللي بدك اياها لحتى تطلع. بيعطيك ورقه بتعمل له هيك 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 هيك, هيك وبتعطيه الورقه، اول ما تعطيه الورقه فيش دقيقتين بخلص، ولا هو معطيك الايش الكب تبعك. طبعا الدنيا برا بتكون برد موت، صقيع، ثلج، بتطلع من باب المحل صح الكب بتاع البطاطا عم تلاقيه عم بيعمل ايش، اوف ما احلى هذيك اللحظه تمسك نكش الاسنان تبعتك وتبلش ايش تاكل، بتسوى الدنيا كلها. صح. يس. صح. مع البرد بعدين كل شيء لذيذ، كل شيء زاكي، بعدين الواحد ضله ياكل، فهمت علي كيف؟ طبعا للاسف للاسف. طيب أوكي. هاي هون بلشوا شوي يتحمروا معانا. هلا لو انه في تشاركل عندنا احنا هون او على الحطب او اي شيء على الغاز عالي، بس هي بتاخذ 10 ثواني بتاخذش كثير وقت، وبيعلم عليها الجريل مارك. صح. فبتعطي منظر لذيذ، المنظر اللذيذ عرفتيها جريل مارك، يعني انه بتعطي علامه على نفس الخطوط اللي بيطلع دائما لما نحط على الجريل، لما نشوي، لما نعمل اي شيء على الفحم او على الجريل. يس يس. هاي نحطهم هون، هلا حنستخدمهم، حطهم هون. هلا برضو حنعمل كمان سلطة بطاطا، بس هاي السلطة على الطريقة الألمانية. برا يا جماعة عندهم بالبلاد أوروبا وهيك بتلاقوهم عم بيركزوا على الأشياء الخضرة أكتر منا. أوكي. كيف يعني؟ يعني بتلاقي إنه هم ما عندهم كتير خضار، ولكن عندهم بطاطا، عندهم ملفوف، الملفوف كتير عندهم. أوكي. مش شوي. فعم بتلاقيهم بيعملوا وصفات من البطاطا كتير، فهمتي؟ اوكي حلو. وبتلاقي الطبق الرئيسي من الوصفة نفسها برضو البطاطا. فرح نعمل هلأ سلطة بطاطا. حلو. على الطريقة الألمانية. بطريقة بوم 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 بوم. نايس، يلا حمسنا عليها كمان. السلطات بحسها عالم، يعني كل ما الواحد يتعلم برجع بيتعلم فيه انواع جديده كثيره من السلطات. وحلو دائما نشكل فيها، لانه يعني هي انا بعتبرها هي الطبق الرئيسي مش الاكل الرئيسي، يعني لازم تكون موجوده نوع نوعين سلطه على السفره. وحيجي فيها برضه الروست بيف او البيف بيكن، انتم بتقدروا تختاروا اللي بدكم اياه. حلو كثير. يس. هلا احنا انا عم بستناهم هدول بس يتحمروا شوي صغيره. اوكي. وبعد هيك السطوة تبعتنا
نحطهم فوق بعض ونحط الحبشتكنات وتصير جاهزة تبعتنا وبصير جاهزة وبناخذ برضه بعدين السلطة. طيب اوكي، اذا بهذا الوقت بما انه بدهم شوية وقت خلينا نطلع فاصل صغير انا وياك والمشاهدين ونرجع نكمل وصفاتنا. فخليكم اهلا وسهلا فيكم عن جديد، لسه مستمرين معاكم بحلقتنا. اليوم بطل حلقتنا لليوم اللي هي البطاطا. رح نعمل البطاطا باكثر من وصفة واكثر من طريقة. خلينا نشوف، خلصنا اول وصفة ورح نشوف باقي الوصفات. بس اول شيء بدي اطلب منكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال، تحضرونا عبر اللايف، تشاركونا باي سؤال او استفسار عن حلقتنا لليوم، وكمان جاوبونا على السؤال اللي بيحكي لو الحياة عطتكم فرصة تكونوا شخص تاني غير الوظيفة أو الإشي اللي بتعملوه هلأ، شو بكون هو هذا الإشي؟ وكمان إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات عن وصفات اليوم كمان إحنا أكيد 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 جاهزين حتى نجاوب عليها. خلينا نشوف شو الطبق التاني رح يعملنا إياه اليوم الشيف محمد عليان. شو بدك تعمل لنا؟ رح نعمل هلأ بانكيك، شو اسمه؟ سويت بوتيتو. حلو. بطاطا حلوة. بانكيك. بانكيك بالبطاطا الحلوة. حلو كتير. نأخذ المقادير. يلا نأخذ مقادير. رح نحتاج لبانكيك البطاطا الحلوة، بطاطا حلوة مقشرة، بصل أخضر، 2 بيض وكوب طحين من البيت وملح خشن، فلفل أبو خلدون كباتيلو وأربع أكواب زيت شعبان. وأكيد بعد ما شفنا هالمقادير للوصفة الغريبة شوي علي أنا، ما أعرف إذا أنتم بتعرفوها بس أنا أول مرة بشوفها، اللي هي البانكيك بالبطاطا الحلوة. وكل حماس لأن أنا كتير بحب البطاطا الحلوة والبانكيك كمان من الشغلات المحببة عند الكل، فحابين نشوف كيف الطريقة وكيف بتنعمل بالضبط. طيب عشان ان نعمل هاي الوصفه رح نحتاج زيت، طبعا زيت تبعنا من عند شعبان طبعا، ورح نجيب هون عندنا البطاطا الحلوه حنزلها على البولي تبعتنا. بعد هيك حنزل عليها البيض. اوكي، البطاطا الحلوه مغسله ولا مقشره؟ مغسله ومبروشه. ومبروشه اوكي. يعني انا بتعرفيني بدقش كتير على الـ على الـ على موضوع الاشر، على موضوع الاشر لانه بحكي لكم مفيد، بس انه لازم تنغسل كتير كويس طبعا. يس. عندي هون حنزل عليها شوي صغيره من البصل الاخضر. بيعطيها هيك منظر لطيف. حطينا بيضتين كاملين يعني صفار وبياض مع بعض. يس. اوكي، عندنا هون كمان الطحين. الطحين احنا اختياري قد ايه بدنا نحط حسب اذا بدي اياها. انت هلا حتشوف كيف القوام تبعها وبعدين تقرروا. وانا مش قادره اتخيل الطعمه لانه في حلاوه وفيه كمان مثلا بصل، فيه ملح، فيه ملوحه. وحطينا كمان الفلفل الاسود، فلفل وملح، ابو خلدون، وهي الملح. هنحطهم كلياتهم هلا. وايش نعمل فيهم؟ نعجنهم هيك عجنه بسيطه خفيفه لطيفه. حلو. ونخليهم كلياتهم يختلطوا يتجانسوا مع بعض. تمام. طبعا الغلطه هاي يعني هي اسمها بانكيك بس ما حيطلع نفس البانكيك اللي احنا متعودين عليه. فهمت علي كيف؟ لاني بقول لك طعمتها شوي يعني لسه مش عم بقدر افهمها الا لما اجربها، لانه فيه حلاوه وفيه ملوحه، فهي عامله ميكس بين التنتين. يس. حاس انها كمان بدها شويه طحين لانه مش لازم تكون كتير طريه ولا لازم تكون كتير يابسه. فهمت علي؟ انت هلا رح تفرجينا القوام المناسب. ايوه، القوام المناسب لها. هلا هنعملها بهيك، يعني هيك حاس انه ممتاز القوام تبعها. حلو. هلا بهذا اللحظه ايش رح نعمل؟ كيف رح ننزلها على الزيت تبعنا؟ طبعا الزيت حاطه وحميته شوي صغيره. اوكي. حنجيب نفس هاي مغرفه تفكيره، نجيب البطاطا تبعتنا ونحطها هون هيك. أوكي. شوي صغيره، وبعد هيك نقلبها تعالي هون وننزلها على الزيت مباشره. حلو، زي القراص، زي هيك يعني زي الكباب عاملهم. ايوه. هاي نحط كمان واحده، كمان واحده، وبعد هيك ننزلها وين؟ على الزيت تبعنا. على الزيت. طيب في سؤال انه اذا بزبط نستبدل البطاطا الحلوه ببطاطا عاديه بهاي الوصفه؟ بزبط، ولكن بدنا نعمل شغله واللي هي انه احنا نجيب نغسل البطاطا كتير كويس. أوكي. من عشان النشا موجود جواتها، فانه بتزبط وبتطلع لطيفه جدا. حلو. بتطلع لطيفه جدا مش شوي يعني. هلا بنطلع، طبعا انتم بتقدروا تحطوا الشكل اللي بدكم اياه، ممكن تخلوها مفروده، ممكن تخلوها باي شكل بتحبوه. عادي، اتس فاين، بتزبط. حتى ممكن نعملها قرص واحد كبير يعني بزبط برضو. بكل الطرق، بس احنا هيك منظرها كتكوت لطيف. ايوه، انا بحب دائما الوصفات اللي بنعملها تكون فيها هيك زي وجبات صغيرة، يعني أسهل، كل واحد بياخد حصته بلا ما يوسخ أو يخرب منظر الصحن، بضل مرتب وألز الموضوع. أنا هيك دايماً بحكي خلص أعطيني صحني وأروح أقعد على جنب، ولا تخليني أريح لي أكل وأقعد أنا كيش ومش عارف بالزبط. حسب الموقف صراحة، حسب البوفيه.
يعني في بوفيهات انت بتروح تمزع بتحسدك تضلك على البوفيه تمزع الدنيا حنجيبها طبعا اللون تبعها هلا هيتغير هلا بتشوفوا كيف اللون تبعها بيطلع لون اسطوري حلو خلينا نحطها هاي هي اخر واحدة معنا في لها مجال صح في لها مجال في لها مجال. مجال اه مجال. ممكن نقدر نعتبرهم هدول كوجبه فطور يعني بتخيل وجبه منيحه يعني فيها بيض بزبط فيه. ايوه بزبط بزبط كل الخيارات شو اسمه لو بدك تاكليهم زي ابتايزر هيك برضو بزبط اي شيء بزبط عادي ما احلى منظرهم بالمقلايه طالعين بالكاميرا جعبالي اطول التليفون واصورهم صراحه فهمت علي كيف هم قاعدين بقلوا احكي لهم تفضلوا يا جماعه معنا هذا المنظر اللي. لازم يتصور يس خلينا نقربهم شوي صغيره حلو طبعا انا بمسك الزيت بايدي يا جماعه انتم ما تعملوا هذا الشيء لاني انا متعود شوي صغيره طبعاً. على هذا الحكي طبعا يعني مش من قليل كل حلقه لازم يطلع لنا محروق وبإصابات بالمطبخ بحس انه خلص لازم انه هذا الشيء الطبيعي بالنسبه لنا بالضبط طيب ما بدهم يمكن كثير وقت على النار لا بس انه يحمى الزيت شوي ايوه بس في شغله اللي هي انه احنا اول ما نحس انهم بلشوا ياخذوا لون ثواني لازم انا قلت لكم لما يكون في فرن بفصل عن كل شيء بروح على الفرن تبعي بتاكد من كل شيء طمنا على الوصفه كل شيء تمام 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 طيب ايش كنت بحكي هون انه اول ما نشوفهم يتغير اللون تبعهم نقلبهم على الجهه الثانيه عشان منظرهم ما يطلع مش لطيف اوكي بس نتاكد انه مسكوا شوي عشان وهي على الجهه الثانيه هلا بفرجيهم اياها بس ما بدي هي زي هيك تطلع اوكي هي المنظر تبعها هذا هو هيك ايوه ممتازه هي هلا يعني مسكت من تحت فبنقدر نقلبها لحتى تنسوي من الجهه الثانيه ايوه 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 هلا شايفين كيف صار فرجينا اللون من تحت كيف صاروا بعد ما قلبناهم صغيره هي هي شايفين اللون تبعهم كيف صار بجنن؟ كثير بجنن يس الريحه تبعتها غريب الاشي يعني اشي جديد علينا ودائما بحكي لذيذة كثير لذيذة الفكره نفسها اسطوريه فهمتي؟ انه بعدين ممكن مع ايش بحطها على جنب ممكن اجيب سور كريم ممكن اجيب لبنه ممكن اجيب لبن عادي او احط معه لبن عادي احط معه شويه شبت المره عملنا الصوصات اللي على جنب هدول ممكن يزبطوا مع الطبق هاي طبعا هاي اخر وحده مش راضيه تلف بس بدها تلف خاوه بدها تلف خاوه مش انه هيك عادي بالضبط فطلع قد ايه الوصفه احنا عملناها من الصفر بكم ثانيه كثير بسيطه جاهزه معانا والطعم عن جد عم بحكي لكم يعني البطاطا من واحده من الشغلات اللي انا مستعد اعيش عليها يعطوني صح. صنف واحد بالحياه يحكوا لي هي بطاطا والطبق الرئيسي تبعك وبتطلع منه بألف قصة بألف قصة بألف قصة لا ويعني يعني وجبة صحية يعني فيها مكونات كتير يعني منها البطاطا الحلوة كتير مفيدة فيها بيض فيها بصل أخضر فكل شيء موجود فيها صحي وتقدر تعتبرها وجبة يعني بتاكل كمية منيحة بتعتبرها وجبة يس أنت معهم هيك صاروا جاهزين صح؟ برضه انحرق مستحيل لا ما صاروا جاهزين بدهم شوية وقت وبكونوا جاهزين طيب إذا نحن رح نتركهم على النار ليستوي شوي ونطلع فاصل صغير نرجع نكمل حلقتنا خليكم معنا أهلا وسهلا فيكم عن جديد لسه مكملين معاكم بحلقتنا اللي كلها بطاطا بس عشان تشوفوا وصفاتنا كاملين اللي ما حضر الحلقة من بدايتها فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن أو عمان تي في أوفيشال تقدروا تحضروا الحلقة وتشوفوا وصفاتنا لليوم عملنا طبقين بالبطاطا وهذا ثالث طبق اللي هي البطاطا المقلية بس قلت لنا في عليه إضافات وشغلات جديدة احكي لنا عنه حطينا هلا عليها اللي هي البيف بيكن حطينا عليها كمان بهارات بطاطا أو إذا بدكم بهارات كيجن زي ما بدكم حلو وآخر إشي حنحط عليها الجبنة تبعتنا يا سلام على الجبنة مع البطاطا بتخيل انكم قادرين تتخيلوا الطعم ومنظرها بجنن وهيك يعتبر طبق بدل ما نعمل هيك بطاطا مقلية عادية زي بنكون هيك غيرنا شوي وشكلنا بالطبق يس شو هذا عليها شوية من الباربيكيو صوص اوكي باربيكيو صوص ليش مش راضي قص هذا مش عارف بقول لك اليوم خميس عطلة يعني أي خميس إذا أنت كيف حالك اليوم ولا خميس ولا إشي بس يعني هنحط عليها حلو باربيكيو صوص كمان بزيد طعمه ونكهة لذيذة على الطبق ومنظر حلو كمان يس 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 يا سلام عليك أبدعت صارت جاهزة صارت جاهزة طيب في عنا كمان طبق بدك تعملنا إياه بالبطاطا صح غير البطاطا المقلية شو هو رح نعمل هلا اللي هي السلطة سلطة البطاطا yes. طيب ناخذ مقاديرها ونرجع لحتى تحكي لنا عنها
رح نحتاج سلطة البطاطا، ملح خشن، فلفل من أبو خلدون كباتيلو، بطاطا حجم صغير، بيف بيكن، بصل أحمر، 3 معالق كبيرة خل العنب، وديجن ماسترد حب. وهيك أخذنا مقادير آخر طبق معنا لليوم اللي هو طبق السلطة وسلطة البطاطا، وحكالنا الشيف إنها كمان رح تكون مختلفة عن أنواع السلطات اللي نحن متعودين عليها، فأحكي لنا عنها وكيف بتنعمل خطوة بخطوة. أوكي، أنا سلقت بطاطا عندي هون، بعد ما سلقناها في خيارين، الخيار الأول إنه إحنا نحط البطاطا نفسها بالفرن تبعنا، نعطيها تحميرة شوي صغيرة. بعد هيك شو حنعمل؟ حنجيب البيف بيكن برضو اللي قلنا لكم عنه، حلو، ونعطيه تحميره. بعد ما نعطيه تحميره طبعا هاي تتقدم دافيه، ما بتتقدم بارده. اوكي، مش من السلطات البارده، مش يعني. لا مش من السلطات البارده. بعد هيك حنجيب عليها البيف بيكن، حلو، حنحطه عليها هيك بهذا الطريقه، او حط هدول كمان زبطناهم بنفس طريقه الطبق اللي قبلها، يعني شويتهم برضو شوي. شوحناهم، يس، شوحناهم. أوكي. تشويحه بسيطه. او حنجيب عندنا هون الدريسنج تبعنا حنجيب بصل احمر. أوكي. البصل الاحمر انا شو عامل فيه؟ معطيه شوي صغيره تتبيله على الغاز، حطيت معاه شويه خل، ليه؟ عشان يتدبل وعشان ياخذ فليفر لطيفه، حلو، عشان برضو ما نكتر دريسنج على الصوص تبعنا. تمام. او حنجيب خل عندنا هون وننزل ديجون ماسترد الحب، مش الحب. اوكي، ايوه، نحطهم مع بعض ونحركهم. وبعد ما نحركهم شو حنعمل؟ حننزلهم عليهم بهذا الطريقة. يا سلام. وهيك تكون ايش؟ وصفتنا او وصفتنا اخر وصفة وصلت معنا اليوم جاهزة 100% جاهزة. يس يس يس. سلام عليك، يعني هيك شكلت لنا كثير اطباق، اكثر من طبق كلهم بالبطاطا، بس كل واحد مختلف تماما عن الثاني. ممكن ان نعملهم مع بعض على نفس السفره، ممكن ان نستخدم كل واحد فيهم لاشي، ممكن نستعمل اشياء منهم لفطور، ممكن لعشاء، ممكن لنقريش مثلا، واحد هو قاعد على التلفزيون بده يحضر اشي بقدر يعمل هدول الوصفات اللذيذه والخفيفه واللطيفه كلها بالبطاطا. ذكرنا يا شيف شو عملت لي. عملنا اليوم اربع وصفات، اربعه يس. عملنا بطاطا عاديه بالصينيه، حطينا معها حليب انجوي مع شويه زبده وحليب وحبشة كناب على الفرن. عندنا كمان السويت بوتيتو بانكيك وعندنا كمان البطاطا العاديه قليناها، بعد ما قليناها حطينا عليها البيف بيكن، حطينا عليها التشيز والباربيكي صوص، وكمان حطينا السلطه الالمانيه بالبطاطا. وبس يعطيك الف عافيه عن جد، كل الاطباق بتجنن وبتشهي وكلها بتناسب كل الاذواق يعني، فشكرا لك ويعطيك الف عافيه. بنشكرك هيك على حلقه اليوم على وصفات اليوم. كمان اكيد المشاهدين بتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم وحبيتوا وصفاتنا لليوم. دائما رح نكون معاكم على تجدد بوصفات بتجنن واكلات بتشهي، بس بفضلكم احضرونا على عمان تي في اكيد من الساعه 12:30 للساعه 1:00، ومن هلا لبكره كونوا بألف خير.